مقبلة، بشكرك شكرا جزيلا. وننتقل لشأن آخر لا يقل أهمية، حيث أعلن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي، أعلن النهاردة أنه تم توجيه الدعوة لجميع القوى السياسية اللي شاركت في إعداد المعايير والمبادئ الخاصة بالدستور الجديد، والتقاها الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطلع أكتوبر الماضي. هيكون في دعوة للمشاركة في المؤتمر الموسع المقرر إقامته بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية غدا لمناقشة خريطة الطريق لملامح وشكل الدستور الجديد للدولة المدنية. دكتور السلمي قال إنه تمت دعوة جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، وشدد على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب لوضع رؤية محددة يتم الاتفاق عليها، خدوا بالكم، لوضع دستور جديد وده يتناسب مع الدولة الحديثة. وأضاف أن خريطة الطريق اللي هيتوصلوا لها لا تعتبر وصاية على الأحزاب، ولكنها تعبير عن مطلب وطني متكرر في الدساتير العادية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والحريات العامة. الدكتور محمد سعد الكتتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة قال إن الحزب لن يحضر الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء والمقرر عقده غدا الثلاثاء لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أو مناقشة أي شيء حول هذا الموضوع. وقال إن هذا يمثل افتتاء على الإرادة الشعبية. وأضاف الكتتني أنه أعلم نائب رئيس الوزراء خلال اتصال به أمس الأحد أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي ينشغل فيه الشعب المصري بالانتخابات يؤدي إلى الفرقة في الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن، وأن هذا الموضوع قد انتهى تماما بعد صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي. إذن المجلس الوزراء بيدعو للناس عشان يحطوا تاني، يؤكدوا على مبادئ عامة أساسية سواء اللجنة التأسيسية أو للشروط الواجب توفرها في الدستور، وحزب الحرية والعدالة بيعلن عدم تواجده رسميا في الاجتماع. بينضم لنا على التليفون الأستاذ فريد إسماعيلي قيادي بحزب الحرية والعدالة. أستاذ فريد أهلا وسهلا بيك. يعني دكتور فريد، الحكاية تبدو للوهلة الأولى وكأنها حزب الحرية والعدالة يخرج من السياق العام، إيه اللي يدير حزب الحرية والعدالة في حالة الحضور يا دكتور فريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات طبعا لحضرتك ولضيوف الكرام. شكرا. أنا الحقيقة يعني أنا استغرب من الحكومة بتاعتي. أيوه. حكومة الدكتور عصام شرقي. عندنا انفلات أمن رهيب، عندنا مشكلة بين القضاء والمحامين. مصر داخلة على استحقاقات وآخر يوم الليلة دي بكرة هتعلن الأسماء النهائية. أي. واحنا داخلين على مجلس الشعب وفي عدم استقرار في البلد، وهي بتدور على اي حاجه تعمل فيها مشكله. الحكومه ما عندهاش وضوح رؤيه ابدا. يا ريت كان يطلعوا بس لجيراننا في تونس اللي عندهم وضوح رؤيه، حدد الامور، جمعيه تاسيسيه، هتشكل حكومه، هتعمل حاجات محدده، هتختار رئيس جمهوريه، يعني حاجات واضحه وخطوات محدده. احنا عندنا العكس، هو بيدور على اي حاجه تشغل الناس وتشتت تفكيرهم أولى بالحكومة في المرحلة دي بدل ما تعمل حاجة جديدة زي كده. احنا انتهينا في وثيقة بناء مصر في التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر، ودي مبادئ احنا اتفقنا عليها اللي هي ملزمة لمن يوقع عليها، وانتهينا وخلص الموضوع اللي فيها كل إجماع شعب مصر والقوى الوطنية والقوى الثورية وكله اتفقوا على وثيقة بناء مصر 34 حزب، واتفق عليها وثيقة الأزهر أجمع عليها كل القوى والأحزاب. انتهينا خلاص، الحاجات دي ملزمة لمن يوقع عليها، يعني عامل مساعد لمن يضع الدستور، عامل مساعد او استرشادي للجمعيه الوطنيه للجمعيه التاسيسيه اللي هتضع الدستور. خلاص انتهى الموضوع. نركز بقى ان مجلس الشعب اللي جاي انتخابات تحصل في ميعادها، ونركز ان احنا نرجع الامن لمصر مره ثانيه، ونحل مشكله جناحي العداله اللي هم هيشرفوا على الانتخابات. انا اتعجب الحقيقه، اولى بيهم ان حاله الانفلات الامني والفزع الموجود في مصر كله والكلام اللي بيتردد ليل ونهار ان ده مقدمه عشان يأجلوا انتخابات او غيره، الحكومه شغاله في وادي
ومصر واستحقاقات مصر في وادي تاني. طيب دكتور فريد، يعني وايه اللي يمنع ان الحكومه تمشي على محورين، المحاور اللي حضرتك بتتكلم عليها شديده الاهميه، وكمان ده شيء شديد الاهميه، وعايز ارجع بيك لوثيقه الازهر، انه حتى بعد التوقيع عليها بعض الموقعين قال ده انا بوقع بصوره شخصيه، واحزاب طلعت قالت ان ده غير ملزم لينا، رغم ان الغالبيه وقعت. فايه اللي يمنع ان احنا نؤكد على ده مره اخرى طول ما في مخاوف في الصدور؟ انا اقول لحضرتك ما احنا ما اختلفناش في كده، احنا قعدنا وبدأنا. التحالف الديمقراطي كان ليه ثلاث نقاط جدول أعماله. رقم واحد وثيقة بناء مصر اللي اتفق عليها كل الأحزاب بما فيها حزب الحرية والعدالة والوفد وكل 34 حزب، وكانت رائعة بتحقق كل أمان وطموحات أي واحد وبتطمن كل واحد على أي خوف بأي حزب عامة، لكنها غير ملزمة للشعب المصري. ما ينفعش يا أستاذ معتز دستورية، يعني الشعب ده مصدر السلطان، انا الزمه والزم جمعيه تاسيسيه بحاجات لا دي ملزمه، ما ينفعش ملزمه. طب يا دكتور فريد، هي هم اكدوا انها ليست ملزمه، وقال ان ده لا يعتبر، وقال ان خريطه الطريق لا تعتبر وصايه على الاحزاب، ولكنها تعبر عن مطلب وطني، مش ليست وصايه. الناس اكدت انها ما فيهاش اي نوع من انواع الوصايه. انا مع حضرتك، لكن انا عاوز اقول لحضرتك يا استاذ محمد، احنا في مصر في مرحلة دقيقة جدا جدا جدا. أنا جاي من المكان في الشرقية حصل فيه كل يوم حادثة في وضح النهار مش بالليل، وخطف عربيات وضرب وبلطجة بالرشاشات. أنا شايف إن يعني المهمة الرئيسية لحكومة الدكتور عصام شرف الأيام دي قبل الانتخابات اللي قربت بقى لها حوالي شهر تقريبا، إن هي ترجع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ترجع الأمن لمصر، تجهز البلد لاستعداد انتخابات مفصليه، انتخابات مهمه جدا هتساعد استقرار مصر وانهاء المرحله الانتقاليه، وتبدا نرجع تاني نقول ان في امل كبير ان الثوره هتحقق اهدافها بالطريقه دي، ان انا اعمل كل يوم حاجه واخترع حاجه جديده قتلت بحثا وانتهينا اليها، وعملنا مليون مجموعه قعدت عملت مجموعات وعملت يعني مبادئ اتفق عليها الجميع وقالوا استرشادية وقالوا غير الزامية، خلاص خلصت. هيجيبوا ايه هم؟ هيجيبوا ايه تاني غير اللي احنا اتكلمنا فيه وقعدنا فيه حوالي ثلاث شهور نتكلم على وثيقة بناء مصر؟ ودي وثيقة رائعة جدا جدا، فيها رد على كل التخوفات وفيها كل المبادئ اللي كل واحد عاوزها واللي احنا مش مختلفين عليها واللي موجودة في كل دساتير العالم المحترمة، واخد بال حضرتك؟ لكن تبقى استرشادية، تبقى غير الزامية. فأنا بقول إن الجهد اللي بيدعو إليه الدكتور علي سلمي أو بتدعي إليه حكومة الدكتور عصام شرف، الجهد ده اتبذل قبل كده وتم عمل فيه جهد كبير وانتهينا فيه وتم التوقيع عليه، وقلنا بالوضوح خالص إن هي ملزمة لمن وقع عليه، يعني إذا حصل أو وصل إلى المجلس أو حقق أغلبية تحالف أو غيره هيكون ملزم ليه هذه الوثائق اللي هم هيقعدوا بكرة هي برضه هينتهوا إليها. فما مش عارفين في الأوقات، إحنا عاوزين نهتم اكثر بالاستعداد للانتخابات وان هي تجرى بصوره مثاليه، يعني يتشرف مصر ويتشرف ثوره مصر ال 25 يناير. اذا اختم مع حضرتك انكم لن تحضروا بكل تاكيد. التاكيد طبعا ده مضيعه للوقت واحنا مش فاضيين، احنا عندنا حاجات كثيره جدا مهمه خاصه بالانتخابات اللي جايه وخاصه التواصل مع الناس الفتره المعده للدعايه فتره محدوده جدا، مطلوب ان كل الناس تنزل وتحس الشعب المصري على القرب من الانتخابات عشان اختيار مجلس شعب الثوره اللي هيكون في منتهى الاهميه لمصر كلها. ما هو منتهى الاهميه، معلش يعني انا بنتزع من حضرتك الكلمه، ان الانتخابات وان هي في منتهى الاهميه عشان هي اهم حاجه هتعملها، هتحط الدستور والاجتماع ده متعلق بالدستور. بالتاكيد، واحنا قعدنا عشان الاجتماع اللي زي الاجتماع بتاع بكره قعدنا كتير جدا شهور متواصله، وكان معانا اجتماع تحت التحالف الديمقراطي حاضر اكثر من 34 حزب اجمعوا الجميع على وثيقه بناء مصر اللي هم هينتهوا اليها بكره برضه. يعني هي المبادئ اللي موجوده في الوثيقه دي تحوز موافقه واجماع كل الاكثر يعني. طب قبل ما اروح للضيف الثاني، عايز بس قبل ما اختم مع حضرتك اقول لك ان يبدو والله اعلم تحليل متواضع من محطه مصر، ان الموضوع ان المجلس او الحكومه او المجلس الاعلى للقوات المسلحه استشعر الحرج من اداء الجميع، بيرى ان تونس مشيت في الطريق السليم وعملت هيئه تاسيسيه والموضوع كله تحت السيطره، وبيستشعر الحرج انه يبدو انه لم ياخذ الطريق وهو كان سبب في ده الطريق الصحيح، فبيحاول يحط معايير ويأكد عليها اكثر من مره عشان يقول احنا عملنا اللي علينا. مش شايف كده زي
وانا اقول لحضرتك ان احنا ما عندناش اي اسرار وحرم من وثيقه مصر اللي احنا عليها 34 وثيقه الازهر اللي اجمعت عليها كله. دكتور فريد اسماعيل القيادي بحزب الحريه والعداله، بشكرك شكرا جزيلا.